وكلمة الحرام التي جاءت بهذا العدد 24 من هذه 26 مرة جاءت لأجل تعظيم الشعائر. كلمة الحرام والتي جاءت 26 مرة في القرآن. الحرام يطلق في القرآن لأجل الإجلال والاحترام والتقدير، ويطلق الحرام على الشيء المذموم المنهي عنه. وكلمة الحرام التي جاءت بهذا العدد 24 من هذه 26 مرة جاءت لأجل تعظيم الشعائر. فجاءت كلمة الحرام مرتبطة بالمسجد الحرام 15 مرة، وجاءت مرتبطة بالشهر الحرام 5 مرات، وجاءت مرتبطة بالمشعر الحرام مرة واحدة. فإذا كلمة الحرام ارتباطها بالشعائر أكثر، وهو الإجلال والاحترام والحفظ لما أمر الله عز وجل بإجلاله واحترامه. ومن ذلك البيت الحرام والشهر الحرام.